الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الجميل لمسافة هنا أيضا 6 كيلو مترات. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع مزنة على الصدارة وعلى المركز الأول هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثاني بنت صغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة من تتسلل على الصدارة، وعلى المركز الأول غالية على المركز الثاني سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وفي المركز الثالث أرى تقدم من الجانب الآخر من هملولة سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع أبو أحمد سعيد بن سالم لينيبي في التضمير مزنة رابعا من هجن العاصفة قيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير العنود، على المركز الخامس من هجن الرئاسة قيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي، ومن الجانب الآخر تأتينا الفايزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، والقادمة نجدة سيدي صاحب السمو محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع مطر بن سيب اللاعد الهايري، وهناك لغزيلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة في هذا الانطلاق والتحدي. المركز التاسع مسكته هنا تأتينا من هجن العاصفة بقيادة أحمد بن راهب بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق، وعاشر المراكز نشوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيف باللاحج الهايري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا نتابع المسيرة، نتابع غالية من انتزعت الصدارة، نزعت المقدمة والمركز الأول سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني بنت صغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث لغزيلة من انطلقت هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة في التضمير، وعلى المركز الرابع رابع المنطلقات تأتينا نجدة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع مطر بن سيب اللاحج الهايري، ومن الجانب الآخر هناك الهملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي في هذا الانطلاق سادس المراكز مزنة من تأتينا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز السابع الفائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي والعنود من هجن الرئاسة، ثامنا بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لقيلي، وتاتي مسكته هنا على المركز التاسع في هذه الانطلاقة في هذه المسيرة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، وفي المركز العاشر العزوم قادمة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة في هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى التحدي، إلى الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك بين غالية والغزيلة، غالية والغزيلة في صراع ومنافسة لانتزاع الصدارة وانتزاع المركز الأول في هذه الانطلاق والتحدي الجميل في هذا الأداء المميز هنا. وأرى هناك من الجانب الآخر لغزيلة من تسللت على الصدارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة غالية في المركز الثاني،
لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن العرطي الحميري في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. وهناك الوصول في هذه اللحظات والتحدي من بنت صغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع المضمر السيد محمد بن سعيد بن حلوة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع نجده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة المضمر السيد مطر بن سيب اللاحج الهايري. وعلى المركز الخامس في هذا الانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام خامس المراكز تاتي مزنة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز السادس تنطلق في هذه اللحظات هنا على سادس المراكز هملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي. وعلى المركز السابع تأتينا هنا العزوم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة في هذا الانطلاق. ثامن المراكز والمنطلقة على المركز الثامن هناك العنود من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي. وصلت طرفاشة بعيدة هنا من تتدخل على تاسع المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أبو محمد سيف بن عمير العميمي من ينطلق في هذا الأداء. هناك مسكتة عاشرا لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى خلال هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الأداء المميز. نعود إلى صدارة إلى نجدة من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. نجدة على صدارة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع مطر بالسيب باللاحج الهايري. ومزنة على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهملولة قادمة سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم لين بي غالية على المركز الرابع. سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري. والعزوم تتدخل لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة. ومسكتة ايضا تنضم الى معمعة المنافسة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهناك القادمة مشاهدينا الكرام طرفاشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سيف بن عمير العميمي. ودخلنا في ساحة الرقصة وغادرنا 800 متر الأخيرة بقيادة نجدة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك أيضا مسكتة من الجانب الآخر تتسلل في هذه اللحظات مسكتة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الثاني طرفاشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيف بن عمير العميمي. من تأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز العنود من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي. ولكن مسكته على صدارة أمسكت على المقدمة على المركز الأول أمسكت من هجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على صدارة على المقدمة على المركز الأول. تعلن الفوز تعلن الناموس. هي أمسكت هنا على صدارة وعلى المركز الأول. تهانينا والناموس سيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن مكتوم. تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما المركز الثاني العنود من هجن الرئاسة الثالث المراكز طرفاشة سمو الشيخ حمدان بن راهب بن مكتوم. المركز الرابع نجدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن مكتوم. المركز الخامس العزوم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والتوقيت الزمني هنا مشاهدينا الكرام في هذه المسيرة نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول في هذه اللحظات لمسكتة هنا في هذه المسيرة. وسجلت توقيت زمني مقدارة خلال هذا الانطلاق 9:33 خمسا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا الهجن الرعاء العاصفة. تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير العنود سجلت 9:34 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لهجن الرئاسة. تهانينا العيسى بن أحمد بن مايد الخيري. بينما طرفاشة في المركز الثالث 9 دقائق هنا أيضا من سجلت 9:34
35 ثانية، ثلاثة من أجزاء من الثانية. تهانينا للمنشق حمدان بن رابس المكتوم، تهانينا لسيب بن عمير العميمي.